تعالوا نبدأ بأول أخبارنا من داخل النادي الأهلي، وطبعا حالة من حالات الطوارئ داخل النادي الأهلي بعد قرار الإدارة برحيل ريكاردو سواريز المدير الفني البرتغالي. والإدارة بتدرس طبعا بشكل يعني متواصل كل السير الذاتية الموجودة للمدربين الأجانب، ومجموعة كبيرة من وكلاء اللاعبين برضو عرضوا سير ذاتية المدربين الأوروبيين على النادي الأهلي. ومصدر داخل النادي الأهلي أكد لكورة بلس أن الإدارة بتبذل مجهود كبير جدا عشان تشوف الاسم المناسب اللي يتولى قيادة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، طبعا بعد رحيل ريكاردو سواريز. طبعا سواريز حاسس ظروف كانت صعبة جدا، ويعني تجربة ظالمة جدا وتجربة قاسية على ريكاردو سواريز. الراجل جه في توقيت يعني لعيبة مجهدة، إصابات كتيرة جدا في صفوف النادي الأهلي، فجأة الإدارة قررت أنها تريح اللعيبة الكبار وتلعب بالشباب أو الناشئين. لكن يعني يمكن الإدارة ما لقيتش يعني الملامح أو البوادر اللي تخليها تتمسك إن سواريز يكون موجود في الموسم الجديد. لكن الوضع دلوقتي خلاص، كما يعني أعلنت إدارة الأهلي إن سواريز لن يقود الأهلي في الموسم القادم، وإن يعني الأهلي في حالة دراسة لكل سير ذاتية للمدربين الأوروبيين اللي هتولوا قيادة النادي الأهلي بداية من الموسم.